النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نزل منزلا، أي منزل، سواء في بحر أو في بر أو في كهف أو في غابة أو في بستان، بخمبر ما عليه الصلاة والسلام بيجا كيجا الإنسان بي دركي دا فرق ناقا بي كدري دا بي بابعري بي با خونيكا كي تكا هندري مالكي بي بوختكي دا فرق ناقا. فقال قريب بيجا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني ألتجئ وأعتصم. قري فان كلمة بيجا أو كلمة جي معنوي أبا أز قدرتي و سنماي برب عالمي دغازم من كل ذي شر من المخلوقات، سواء من الجن أو من الإنس أو من الدواب الحيوانات. ورب عالمي بيلي دعي رويا هاد اشتي خايكا اجتناجي الشيطاناجي اجتنسيا ويقربي. ما هي النتيجة؟ نتيجة بيارشية لا يضره شيء، زررك تشتك نادى بيادا حتى يرحل من منزله ذلك، حتى يعني يغادر هذا المكان، حتى اجوي مكاني دولك. فهذا دعاء عظيم، هذا دعاك زحمزنا. ينبغي للمسلم أن يقول هذا الدعاء في أي مكان ينزل فيه. سوياجي مسلمانك تشكو داريجي قريب هر زمان في دعاء بيجا.